سؤالي هلا، مع انه درسنا عنوانه برينجي درجتين دينكلملر First Degree Equations، او بالعربي اسمه المعادلات من الدرجه الاولى. شو يعني معادله من الدرجه الاولى؟ ماذا تعني؟ شو يعني من الدرجه الاولى يا عودة؟ First Degree، شو يعني First Degree؟ يعني to the power of 1 x to the power of 1، يعني ال x بيكون في عليها اكثر من اس واحد. يعني مثلا حاعطيكي مثال، مثل لما اقول لك 2x مثلا زائد 5 يساوي 30، كيف بنحلها كنا؟ ننقل الخمسة لهنيك ونقسمها 2. قسم الطرفين على 2 حتى تخلص من 2 والاكس 4. هذا هو بداية فكرة الفيرست ديجري ايكويشن. يعني تخيل، هي بداية الفكرة، انه انا بيكون في عندي ايكويشن وبحلها بطلع جواب. الفيرست ديجري ايكويشن من الانواع، في منهم بيكون حلهم رقم، يعني solution set يكون رقم واحد. في منهم بيكون حلهم R. كيف مثلا؟ تخيل انا عم اقول لك 3 ضرب X ناقص 4 ناقص 3X يساوي ناقص 12، في مشكلة؟ لا. لو جيت حل هذا السؤال شو بصير؟ 3X عم بضرب ال 3 جوا، ناقص 12 ناقص 3X يساوي ناقص 12، أخذت ناقص 12 على الطرف الثاني، كلها حطيتها على طرف واحد. بهي الحالة، سوري، بهي الحالة لما أجمع هون شو بيطلع عندي؟ هتروح 3x مع 3x ناقص 12 مع ناقص 12، هيطلع عندي 0 يساوي 0. بدي أسألك سؤال، متى الصفر يساوي الصفر؟ إمتى؟ شو قصدك انت؟ يعني احيانا، دائما؟ لا طبعا احيانا دائما صفر بيساوي الصفر دائما. When zero is equal zero, always always zero equal zero. دائما لما افكر بهذا المبدا اقول بالعربي، اقول بمخي دائما، انجليزي اقول بمخي always zero equal zero. فبهي الحاله بيكون مجموعه الحلول اسمها بتركي تشاكا تشوزوم كيماسي، أو ممكن يكتبوها بالإنجليزي ساسة نفسها، تكون هي عبارة عن R، يعني عبارة عن الريل نمبرز. شو معناتها؟ معناها أي رقم حتحطه مكان X حيطلع عندك هذول الطرفين متساويين، لأنه الصفر دائما بيساوي الصفر. تمام؟ تمام. أما مثلا سؤال مثل هذا، سبعة إكس ناقص أو زائد 2 زائد 3 يساوي 2 ضرب X ناقص 4 زائد 5X. كيف ممكن حل؟ بدي بلش أنشر هون، يصير عندي 7x زائد 14 زائد 3 زائد 14 زائد 3 يساوي 2x ناقص 4 زائد 5x. لا ناقص 6 ناقص 8 سوري ناقص 8 عفوا سوري بالخطأ كتبت 4. فلما حاجي حل حيصير عندي 7x زائد 17 يساوي 7x ناقص 8، صح؟ أنا فيني أروح من الطرفين 7x مع 7x عادي، أنا من الطرفين نفسهم كأني عم نقصهم من الطرفين. بضل عندي 17 بيساوي ناقص 8. متى ال 17 بيساوي ناقص 8؟ إمتى برأيك؟ في شي حالة، في شي حالة ال 17 ممكن يساوي ناقص 8؟ لا no. مستحيل. أنا بس أقول مستحيل، أقول impossible، يعني مستحيل 17 تساوي ناقص 8. هون شو كنت عم بقول؟ always
هون عم اقول مستحيل في الحال اقول مجموعه الحلول اللي اسمها solution set تركي تشوزم كمسي هي عباره عن شو phi there is no solution okay اوكي فانا لما حل اي first degree equation كم حاله في عندي ثلاث حالات اساسيه الحاله الاولى انه يطلع الحل رقم واحد ثابت دائما الحاله الثانيه يطلع عندي الحل r يعني يطلع عندي دائما صح الحاله الثالثه يطلع عندي phi مستحيل يكون في حل في مشكله كان هيك نحل سؤالين بالكتاب أظن هاي الفكرة جدا سهلة ممكن تحلي هذا السؤال أول كم سؤال أنت حتحليهم أنا ما أحل شيء أوكي يعني سهلين لأنه negative 14 صح 100% ليش؟ لأنه أخذنا الـ 4x على الطرف الثاني بتصير 5x minus 4x minus 11 minus 3x equal negative 14 لو كملت حلي هاد كمان سهلين هذا الدرس جدا سهل فعليا يعني اليوم بنخلصه وبنحل انه اسئله كمان وبنحل باقي الوقت من اسئله الدرس القديم ايه ريت بيجيبوه واحد منه بيجي ولا ما بالعاده بيجي سؤال بيجي سؤال سؤال واحد بس أوه. ايه وزياده في عندنا 33 بحر يا ريت يجيبوا اكثر في عندنا 33 شابتر بده يجي من كلهم هو كله على بعضه 33 سؤال هو كله على بعضه 80 سؤال كله الجبر 40 الابحاث المهمه بيجي منها اثنين اكثر من اثنين من بحث واحد ما بيجي بس بيجي من كل يعني هيك تشابتر يعني ايه ممكن بس مثلا ممكن ببعض الامتحانات لما كانت في الجامعه تعمل امتحان مثلا في تشابتر ما يجي منه سؤال بس يجي من تشابتر غيره سؤالين بس النهايه ما في تشابتر مو مهم كل التشابترز مهمه لانه الرياضيات كلها مرتبطه مع بعض جواب ايكوال الواحد جواب ايكوال للواحد هلا حل سريع انا هي بتصير 2x plus 6 plus 3x يساوي 12 ناقص 4x زائد 2 زائد x 2x و 3x 5x زائد 6 يساوي 12 و 2 14 ناقص 3x باخذها على الطرف الثاني بتصير 7x او عفوا تصير 8x لانه بتصير minus 3 بتصير plus 3x بتصير 8x هي بتصير 14 ناقص 6 اللي هي عباره عن 8 اذا ال 8x هي نفس ال 8 فال x equal 1 فيك تجربي تحلي هاد سؤال مثل هاد شو بنعمل؟ نوحد مقامات عندك طريقتين والطريقتين صح طريقة توحدي مقامات حليها هلا أنا بحل الطريقة يعني أنت حلي الطريقة وأنا حل الطريقة
أسري. سي. كيف انت شو الطريقه اللي حليت فيها مشان استخدم الطريقه الثانيه؟ عادي بس عملت نفس الديناومينيتور، عملت 4x plus 4 over 6 minus 3x plus 3 over 6 equal to 6x over 6 minus 14 over 6 وحليت عادي. يعني سويتهم كلهم over 6 وبعدين روحت ال 6 وحليت. لحل انا الطريقه الثانيه حاضرب كل شيء بال 6 قبل ما ابدا. بقدر عادي. في مشكله؟ لا. تروح هاي 6 مع 3 بضل عندي 2، بصير بدي اضرب 2 بهدول. تروح 6 مع 2 بضل عندي 3، بدي اضربها بهدول. 6 هون تروح مع 3 بضل عندي 2. ببدا 2 تايمز 2x بيطلع عندي 4x. هي نفسها على فكره عباره عن توحيد مقامات. بلس 4 بلس 3x بلس، عفوا هون مو بلس، هون في ماينس. ماينس 3x ماينس 3 سين x الكتابة. اوكي equal 6x minus 40 4x minus 3x 1x 4 minus 3 1 equal 6x minus 40. لما اخذ الاكس على هذا الطرف حتصير 5x، والماينس 14 هون بتصير بلس 14 بلس 115 x equal 3. في مشكلة؟ ممتاز، طريقتين صح. هون في عندي رول حاول يختصروا فيها شوي، او يعني هون الرول شايف هي مكتوبه، سوري انا كنت احكي عليه بعد، هذا كله باطل. اما اذا عندك ايكويشن فيك تضيف تطرح للطرفين مثل ما بدك، يعني تزود اثنين لهون اثنين لهون اربعه لهون اربعه لهون، فيك تنقص قد ما بدك، فيك تضرب الطرفين بنفس العدد، او فيك تعمل ديفيجن للطرفين لنفس العدد. طب بصراحه انا بعرفها، بس هذا المهم. هلا في عندي ax plus b equal 0، فلو كان ال a 0 وال b 0 بكون solution set r، بس لو كان ال a 0 وال b not 0 بكون solution set equal 5. Very important. Chalk and indent. تمام؟ يعني لما يكون في عندي مثلا، هي واضح ليش، لما تكون a 0 وb 0 حيكون 0 equal 0 بتعطيني r، اذا ال a not 0 حيطلع عندي b equal 0 بتعطيني 5. جربي حلي هذا. هذا درس اليوم اغلبه انت اللي حتحلي الاسئله، الدرس سهل. بدنا اياكم تتدربوا. Adds all real numbers. All real numbers. صح. قبل شوي حليتي مثله اصلا، يعني حليت انا مثله. كان واضح. طيب وهذا. ما بتزبط فاتس اي. شو عم تقولي؟ عم اقول لك انه ما بتزبط فالجواب هو اي. ما بتزبط، بيطلع معك 5، بيطلع عندك number equal to negative 0. 6 is equal not 6 is not equal to negative 6. صح. هي كل الفكره هون بس كان كفي اقول انه هي على 1 واعمل طرفين بالوسطين. عندي 4x زائد 6 يساوي 4x ناقص 5، فيني روح ال 4x مع ال 4x عادي، بيطلع عندي 6 equal minus 5. Impossible.
معناتها مجموعة الحدود فاي. اوكي هلا هون هي الفقرة حيبدأوا يحكوا لنا لو كان عندي two equations، يعني مثل لو قلت لك 2a plus b equal 7 و a minus b equal 2، فيك تحسبي لي a مثلا شو بتساوي؟ أو ال b هي الحالة بقول لهم كثير بسيطة، هون كانت plus b هون minus، بتعرف تحليها أو لا؟ نجمعهم سوا. لو جمعتهم سوا، دائما فكر بجمع اطرح انه يتخلص من شيء. لو جمعتهم 2a plus a 3a a b minus b تروح 0 7 plus 2 9 a equal 9 over 3a equal 3. دائما بعد ما احسب اول واحد برجع بقول 3 minus شو بيعطيني 1 2 1، فال b equal 1. فبهي الحالة بقول if I have two equations، لو عندي او مثلا تعال ورجيكي معادلتين. خلي انا عم اقول لك a plus b equal for example 3، بيجي اقول لك 3a plus 3b equal minus او equal 9. فنحن هون دائما بنفكر انه بدي اضرب فوق او تحت في عدد واجمعهم عشان اتخلص من شيء. حكتب الاولى مثل ما هي انه 3a plus 3b equal 9، حاضرب لي فوق ب minus 3 بصير minus 3a minus 3b equal minus 9. لما اجمعهم شو بيطلع معي الحل؟ 3a مع 3a بتروح، 3b مع 3b بتروح، 9 minus 9 0، فبيطلع عندي مجموعة الحلول شو؟ real numbers. معناتها حتى لما اكون عم حل two equations مع بعض احتمال يطلع عندي الحل one number، احتمال يطلع عندي real number، كلهم احتمال يطلع عندي شو؟ 5. إذا كان فيك أصلاً تعملها بطريقة أسهل، كان فيك بس الإيكويشن الثانية تقسمها بثلاثة وبيطلعوا نفس الشيء already. تمام بصير، بس إنه هدول ما كان يحلوا، فليك قول المجموعة حلول R. هون صار في عندي فكرة. قولي إذا عندك two equations، الأولى اسمها AX plus B equals C. الثانية اسمها dx plus e equal f. في مشكلة؟ كم حالة عندي ليطلع solution؟ هنا ثلاث حالات. قولوا الحالة الأولى تكون ال a over d هي نفس ال b over e هي نفس ال c over f. معناتها بهي الحالة بقولوا إنه مجموعة الحلول اللي تشوزون كنسة تسمى بالإنجليزي solution set هي عبارة عن r. يعني إذا كانت باينة إنه شو كانت يقول؟ إذا كان واضح إنه المعادلة الأولى الإيكويشن الأولى هي ناتجة عن ضرب أو الإيكويشن الثانية ناتجة عن ضرب الإيكويشن الأولى بعدد أو تقسيمه على عدد، هو بيقول لك A على B equal B على E equal C على F كون solution set R. الحالة الثانية هل كمان بتكون A على B هي نفس ال B على E بس لا تساوي C على F، يعني not equal to them. حالة تشوزون كمسة هي اسمها solution set، شو بتصير؟ 5. أهم شيء هون لا تساوي عشان ما تخاف. يعني مثلا هلا بكتب لك أكتب example عليها تحتها فورا. 3x زائد 2y تساوي 4. ستة إكس زائد أربعة واي يساوي 13. جربي حليهم. هو الكيس الثاني هيدا. والكيس الثاني صح. لأنه حتى لو جربت حلهم تركت الإيكويشن الأولى نفسها هي 6x plus 4y equal 13،
وضربت الثانية بماينس 2 أو عفوا ضربت الأولى بماينس 2 بتصير ماينس 6x ماينس 4y equal ماينس 8 ورحت جمعتهم 6 ماينس 6 6x ماينس 6x بتروح 4y ماينس 4y بتروح صار عندي 0 13 ماينس 8 بتعطيني 5 is 0 equal 5 no فبهي الحالة شو بقول مجموعة الحلول هي عبارة عن 5 وكان بدون ما حل بقول 3 على 6 هي نفسها 2 على 4 بس ما بتساوي 4 على 13 فالحل 5 في أي مشكلة؟ لا صعب شيء أبدا حمسح بس هذا الإكزامبل لأنه بدي أكتب آخر قانون تخيل إنه هدول يعتبر يعني الشغلات الغريبة بالذات الشغلات الجديدة آخر حالة هي إنه أصلاً تكون الـ A على D not equal للـ B over E ساعتها بقول there is one solution يكون في حل وحيد يعني بيكون في عدد هو الحل تمام؟ يعني مثل قبل شوي كتبت A plus B A minus B كانت الـ A والـ B ما لهم علاقة ببعض بالضرب فبيطلع معي حل وحيد 1 مو 1 نروح على الكتاب نبدأ حل وهم بيقولوا the solution set has one element كنت جربت تحلي لنا هذا السؤال يا هيا بعد ما عرفت القوانين فورا خلصتي؟ جواب 10 طيب لحل السؤال حل سريع الجواب هو الجواب 10 صح طالما هو قال لي انه السوليوشن سيت تشوزن كوميسي مجموعة الحلول R انا بصير بعرف انه A على 3 تساوي 3 على B تساوي 5 على 15 اول شيء فيني اختصر ال 5 على 15 يصير 1 على 3 إذا الـ A على 3 تساوي 1 على 3 معناتها الـ A تساوي 1 3 على B يساوي 1 على 3 الطرفين بالوسطين بيطلع معي الـ B 9 نجمعهم 10 حل لنا هذا السؤال هون 5 يعني
As m is equal to 3. طيب هي كل الفكرة نقول 3 over m هي نفسها 2 over m minus 1 ما بتساوي 4 5 not equal to 4 over 5 بس مو مهم. نعمل طرفين بالوسطين بيطلع عندي 2m equal 3m minus 3 ضربت هاي ب 3 وهي ب 2 الطرفين بالوسطين باخذ 2m على الطرف الثاني بتبقى m واحدة باخذ 3 على اليسار بتصير صعبة؟ لا هذا السؤال can you try to solve it? الجواب ب كيف حليتي؟ ضربت اللي تحت بنيجاتيف 2 فكنسل 2x ب 2x بقيت عندنا نيجاتيف 5y equal نيجاتيف 10 طلعنا ال y equal ل 2 بعدين I just substituted ال x مع ال y حطيت ال x plus 2 is equal ل 1 فطلعت ال x equal ل نيجاتيف 1 ضربتي انت الثانية ب 3 صح؟ لا بنيجاتيف 2 طيب انا رح احل بغير طريقة رح اضرب الثانية بس ب 3 تصير 3x plus 3y equal 3 وبجمع ضربت الثانية بثلاثة 5x equal minus 5 x equal minus 1 طريقتين صح عوضها هون مثلا minus 1 plus y equal 1 أضمن y equal 2 فالجواب minus 1 2 الجواب B لأن x minus 1 والy فيها مشكلة؟ في شيء مستصعبتي لهلا؟ لا تخيل انه الدرس تقريبا خلص جابت كل الدروس هيك شو هو؟ جابت كل الدروس هيك يلا حلي هذا هذا كمان كثير سهل تدريب حل
الآنسر هي سي. صحيح، كيف حليتي؟ ضربت يلي فوق بثري، بقدر كنسل الوايات، وبقي صحيح. عندي 11 اكس ايكوال 11 لا نيجاتيف الى 11، طلعت معي الاكس وعادي حليت الايكويجن الثاني. برافو برافو، ما راح حل، ما في داعي، حلك صح 100%. طيب على بعض الحالات، طبعا باقي الاسئله كلها حتصير تكرار، ما عاد كثير وقف على الموضوع، بهن انه في طريقه اللي كنا عم نحل فيها. إنه أعدمهم، روح واحد منهم، هي اسمها cancelling بظن، لا لأب اسمها elimination method، إنه روح واحد منهم، أضرب لحتى يروح واحد منهم. هاي الطريقة اللي كنت عم فيها. طريقة تانية اسمها يريني كويما، حالمك يا هاي الطريقة، بس يعني من باب العلم، بس مو مضطر هلا تستعمليها. انه اعرف الواي شو بتساوي كم اكس، هون ما حنستخدمها كثير، بس في اسئله بتكون اسرع. بس لميت هي اللي لونتها بالاصفر، لو اخذت الواي على اليمين فبتصير الواي، واخذ الثري على الطرف الثاني بتصير كل واي بتساوي 5 اكس ماينس 3. واخذتها عوضتها باللي فوق، حيصير عندي 3 اكس بلس 4، راح اعوض مكان كل واي 5 اكس ماينس 3 ايكوال 57. يصير عندي 3x plus 20x minus 12 equal 54. أخذها على الطرف الثاني 60. في شيء خطأ ممكن عندنا، ثواني حل في خطأ بالأرقام، هل انتبهت؟ 757 لا 69 هي 23x، فالx هي 3، يعني هي مجرد طريقة بس 5 times 3 15، فالy equal 12 بس، و 3 minus 12 minus 9. هاي طريقة، طبعا كان فيني اكيد هون اني اضرب اللي تحت باربعة وكانت حتكون اسرع. في مشكلة؟ لا. طيب نكمل. بعض الحالات مثل هيك بيعطوني مثلا two equations، بكون في عندي ثلاث شغلات ما بعرفها، وبيطلبوني مثلا x plus y plus z. فكر بصير اضرب واحدة منهم برقم بحيث يطلع معي فورا x plus y plus z. فيك تفكري فيه؟ بسيك بس تعيد شو بدي اعمل؟ يعني بدي افكر اضرب واحدة منهم بشيء بحيث يبقوا كلهم x plus y plus z. فكري فيها شوي. نضرب يلي فوق بناقص 2. نضرب لفوق بناقص 2. لما اضرب لفوق بناقص 2 شو حيصير عندي؟ نيجاتيف 6a plus نيجاتيف 2b minus 2b plus 10c plus equal نيجاتيف 16. وتحت شو بقى عندي 7a
plus b minus nine c equal to 22. بيصير عندنا a plus b plus c is equal to 6. 6. انت شفتي الحل شيء بالكتاب ولا فكرتي بالرقم من عندك؟ اذا الرقم طلع معك هيك لا فكرت فيه. اذا طلع معك الرقم هيك من اول مره لحالك فبضمن لك انه اي سؤال بيجي من هذا الدرس تعرف تحله، لانه اول سؤال حليت ان شاء الله. لا ما طلعت. طيب حلي هاد او ناخذ بريك بعدين تحلي هاد. اوكي ناخذ بريك بعدين نرجع نكمل هاد. اوكي we will have a break for 10 minutes. استراحة 10 دقائق مثل العادة. نرجع الساعة 5:05 إن شاء الله.
صوتي واضح يا هيا؟ هيا هاي واضح. ممتاز. كمل. وآخر شيء وقفنا عنده كان هو هذا السؤال، صح؟ كيف ممكن نحل هذا السؤال؟ عندك أي فكرة مثلا؟ فكرة حل؟ لا. نقدر نقول أنا مثلا x plus y equal 1 x times y equal 2 هيك ولا لا؟ لا. شوفي هون شو بساوي. ممكن نعمل فرق ال x وال y كل واحدة لحالها، يعني نقول x over x times y plus y equal على x ضرب y يساوي 1 اثنين. طيب نكمل. كمان كان ممكن انا اعمل x على x ضرب z زائد z على x ضرب z يساوي 1 على 3. ممكن كمان ايضا يكون عندي y على y ضرب z زائد z على y ضرب z، شو بيساوي؟ 1 على 4. لو عملنا هون شوية اختصارات شو حيطلع؟ شو حيصير عندي؟ بتروح ال x مع ال x بضل عندي 1 على y، ال y مع ال y بضل عندي 1 على x، x مع x 1 على z، z مع z 1 على x، y مع y 1 على z، z مع z شو بضل؟ 1 على 4. برجع بكتبهم من اول وجديد. 1 على y زائد 1 على x شو بيساوي؟ 1 على 2. واحد على z زائد واحد على x واحد على ثلاثة. واحد على z زائد واحد على y شو بيساوي كمان هون؟ واحد على أربعة. هون في مشكلة؟ لا. طيب أنا شو بدي؟ x. طيب معناته أنا بدي أخلص من y و z، صح؟ إيه. فلو جمعت أول معادلتين وعملت ماينس للثاني بصير عندي 1 على y ناقص 1 على y بتروح، 1 على z وناقص 1 على z بتروح، شو بضل عندي؟ بضل عندي 1 على x زائد 1 على x. إذا بدك ممكن أكتب لك إياها بالتفصيل كيف أنا حأجمع أول تنتين وناقص تل. بصير عندي 1 على y زائد 1 على x زائد 1 على z زائد 1 على x ناقص 1 على z ناقص 1 على y، عم ناقص اخر وحده، ساوي 1 على 2 زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4. في مشكله لهون؟ لا. جميل. انت كيف 1 على y مع 1 على y بتروح، 1 على z ناقص 1 على z راح، ضل عندي 1 على x زائد 1 على x، اصلا هي شو بتساوي؟ 2 على x. هذول كلهم بده يصيروا 12، بدي اضرب هي ب 6 هي بأربعة هي بثلاثة بساوي الدنومينيتر كله 12، 6 ضرب 1 6، 4 ضرب 1 4، حيصير عندي 6 زائد 4 ناقص 3. الأرقام دخلت ببعض شوي فأنا ممكن أغير المكان اللي عم بكتب فيه، يعني ممكن أكتب هون أكتب 2 على x، الدنومينيتر كله بصير 12، 6 زائد هون 3 ضرب 4 مو 3 ضرب 2 عشان يصير 12، 6 زائد 4 ناقص 3 فبصير عندي 2 على x تساوي 6 و4 10 ناقص 3 7 12. كيف بدنا نكمل هون؟ كان ناخذ هيك شوي عشان نكمل هون جنبه.
بعمل الطرفين بالوسطين 24 يساوي 7 اكس. فالاكس شو بتساوي؟ 24 على 7. في أي مشكلة؟ أظن السؤال واضح. نعم. ممتاز. كمل السؤال اللي بعده فورا. في عندنا السؤال 13. عندي 4a plus 2b equal 13a minus b equal 1a times c plus b times c plus 2c equal 30. كيف تحلي؟ بدي c. كيف تجربي تحلي لنا هذا السؤال؟ Can you solve, please? ما حسنا دقيقتين حتى انت تحاولي شيء بالبداية. ملاك موجودة معنا؟ طلعت. ما طلع معي. طيب أنا ممكن نطلع السي من تحت عامل مشترك common factor. فبهي الحالة بتصير c times a plus b plus 2 equal 30. فأنا إذا بقدر أعرف ال a plus b كون عرفت السي.
فكرنا هذول التنتين كيف ممكن أعرف A plus B؟ فيني أعرف A لحالة وB لحالة، بس لحتى أعمل شغلة عرفتهم. شو بعمل؟ بضرب الثانية باثنين. بضرب الثانية بس بـ minus إذا بدك أسهل. صار عندك 4A، عشان ما تحسب الـ A والـ B مرتين، plus 2B equal 13، ضرب الثانية بـ minus. minus A. A plus B equal 1. negative 1، sorry. 3A. بس الـ صار عندي 3A plus 3B equal 12. أسمي كل شيء على 3، A plus B equal 4. 4. Oh, okay. Equals 4 plus 2. C times 4 plus 2 equals 30. C equals 5. صعب؟ لا بس دقيقة. بس دقيقة. اوكي ما في مشكلة. كان كل فكرة الواحد كيف يختار له؟ لك أنا صار معي سي وبي. بس ما كنت، بس أنا فرحت يوم اللي رحت قسمت كل شيء على سي. نسيت انه احنا بدنا سي، فما كان يطلع معي الجواب. بس تخلص قولي لي اذا عندك فلوس مشان ننتقل للاسئله اللي بعد. تمام. كمل جرب يحل سؤال مثل هذا. هتحكي تجح يعني بدك تفكر فيهم هدول، تحاولي بالأرقام بعدين أنا خبرك. معلش أسألك كيف يمكن يكون الجواب؟ في 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 عدة طرق للتفكير. بداية ممكن أفكر إنه لو أنا يطلع فورا معي A plus B plus C، لأنه واضح إنه صعب إني أنا أوصل لفكرة فورا يطلع معي. كيف بوضح لك؟ واضح معي إنه أنا صعب أطلع الـ A لحاله والـ B لحاله والـ C لحاله. أنا عن نفسي لما حل شوف كيف فكر. فكر لو جمعتهم كلهم شو كان حيطلع معي؟ كان حيطلع معي 4A بس كرموز plus B minus 4C. أنا شو اللي لازمني؟ أنا لازمني A plus B plus C. بدي أحاول أخلي الأرقام اللي قدامهم كلهم يصيروا مثل بعض. فأنا شو بدي أعمل؟ أنا بدي نقص ال A وبنفس الوقت أكون عم زود ال B وعم زود ال C. تمام؟ تمام. فكر شوف شيء من هاي المعادلات ممكن أعمله. يزود ال B ينقص ال A ويزود ال C كتير. يعني أي واحدة من المعادلات لو ضربتها بشيء بتعمل لي هاي الشغلة. نعمل ماينس لآخر معادلة.
اعمل ماينس لاخر معادله، جربي لو عملت لها ماينس شو بصير؟ تصير نيجاتيف A يصير بلس عندي 2a، B ماينس يصير عندي شيء.2a او a2a و5b، وبصير عندي نيجاتيف كثير. 6 ما بتزبط. أنت مستحيل تقدر تطلع ال B وتنقص ال C لأنه عندهم opposite signs ممكن، كلهم. طب ممكن افكر نزل ال A شوي، طلع ال B شوي. طيب فلنفترض اني انا عم حل ما زبطت معي هالطريقه، اول معادلتين فيك تطلعي منهم ال A. three A شو او قصدك؟ معادلتين، سوري سوري، الاولى والثالثه، في شيء مميز فيك تطلعي منه ال A؟ لو ايه جمعت عكسهم جمعت الاولى والثالثه شو كان طلعت معي؟ 2a two A is equal to eight فال A equal to four. طب استفدت شيء لما عرفنا ال a equal to 4؟ اكيد. ليش؟ صار فيني اطلع معادلات جديده، يعني صار فيني انا اقول لو عوضت هون 2a equal 8، صير بقول بالثاني قول 8 plus b minus 4c equal to، معناها ال b minus 4c equal minus 6. في مشكلة؟ بعدها لو عوضت ال a بفوق بأول وحدة صارت 4، أخذتها على الطرف الثاني كان طلع معي 2b minus 3c equal minus 7. في مشكلة؟ لسه في 4a. وين؟ اوكي ضفت على هنيك. اوكي دفتر هنيك انا على الطرف الثاني فورا. طيب هذا حل لحاله. هلا هدول المعادلتين بدي حلهم كيف؟ حاضرب الاولى بماينس، ساوي هيك ماينس b بلس 4c ايكوال 6 2 ماينس 2، عفوا هضربها احسن، هضربها ماينس 2 مشان اخلص من البي، تصير ماينس 2b بلس 8c ايكوال 12. هون في عندي minus 3c equal minus 7، لو جمعتهم تروح ال b مع ال b بضل عندي 5c equal 5 و c equal 1. هلا عوضي بأي وحدة، فيك تعوضي بالأولى مثلا تقولي 4 plus 2b minus 3 times 1 يعني minus 3 equal minus 3، هيطلع معك 2b equal minus 4، يطلع معك ال b equal minus 2. واجمعيهم كلهم 4 minus 2 2 plus 1 3. فيها مشكلة؟ لا بس أنا نكس.
خلصت كتابه؟ اكيد. وليه ما تخلصي يعني اكون مستناك ثاني. لك ما انتبه، سوري. تجربي تحلي هذا؟ الجواب 6. جواب شو طلع؟ صح. ما راح احل هاي الأسئلة. في داعي نحل هذا السؤال؟ جربي حلي على السريع. هذول أسئلة جامعات صح؟ السؤال اللي قبله كان سؤال جامعة اسطنبول، هذا سؤال جامعة أكاديميس. أعجبتني. صحيح 100%. آخر سؤال جربي حلي. بعدين في مجموعة أسئلة بدي حلهم، هي أسئلة الجامعة. شو سؤالي؟ قال if the above equation system have infinitely many solutions, then A times B equal what?
جواب 10. الجواب 10 صح. هو كانت كل طريقة الحل بس إني أقول a over a plus 2 equal 2 over b minus 1 صح؟ صح. equal 7 over 14 اللي هي نفسها 1 over 2. هبدأ أحل بالبي، بقول 2 times 2 4 equal b minus 1 b equal 5. احتفظ فيها. بعد ما عرفتها باخذ اللي بعدها، بقول a a plus 2 equal 1 over 2، بضرب الطرفين بالوسطين 2a equal a plus 2 so a equal 2. لما أضربهم بيطلع معي الجواب 10. افتح تاب ثاني. طبعا في بعدين عندي التست، هذا كل وظيفة بلشت تدخلي بتراكم يا صراحة كبير، تراكم كبير صار. هاي كم تاست؟ I think 3 or 4 3 tests. بلشت تخلي يصير عندك تراكم بالدروس، انت ما كنتي هيك. مش والله بلشت ضبط في المدرسة يعني بدك تحاولي توفقي شوي بينهم. ثواني شوي انا امشي شوي بالاسئلة، شوف شو في شغلات اللي بتحسه سهل كثير بتعرف تخليه موقف عليه. مثلا هذا السؤال، هذا السؤال شو المطلوب؟ تست شو الرقم؟ التست ويز سوليوشن. ها اوكي، بهذا السؤال شو المطلوب؟ ما اكس اكس لما يكون بدي اكس انا شو بيكون بدي اتخلص من الواي والزد صح؟ ايه بضرب لي بالنص بماينس بتصير اكس بلس واي ايكوال 9 ماينس واي ماينس زد ايكوال ماينس 7 اكس بلس زد ايكوال 4. لو جمعتهم بيطلع عندي 2x، لو الزد بتروح مع الزد والواي بتروح مع الواي equal 6 x equal 3. صعبة؟ no. هذا النمط كثير مكرر، يعني كثير نفسه بيجي. جربي حلي هاد. ساوي 10. كيف حليت السؤال؟ حدنا المقامات أول شيء. بصير عندي 25 على 6 إكس يكون 5 على 12. أول واحدة بعدين بس أول واحدة شو ضربتيها؟ بثلاثة كلهم بده يصيروا ثلاثة فبتصير 15
هاي حضرب 2 بتصير 8، هاي حضرب 6 بتصير 18، 5 over 12. شو يعني 25 على 6x يكون 5 على 12 وبس يضربوا ببعض ويطلع لنا دائما كنصيحة قبل الضرب اختصر 5 مع 25 بضل هون 5، 12 مع 6 هون بضل. نقدر نحن نختصر بالطول بالسوري بالعرض؟ طبعا بين طرفين اللي يساوي اللي فوق بيروح مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت بين الطرفين، اما لما يكونوا كلهم على طرف واحد بروح اللي فوق مع اللي تحت، عرفت كيف؟ بختصر بالعرض بين الطرفين. هلا فورا بيطلع معي. طب فيني بس سؤال، فيني اذا بالعرض كمان بس وحده؟ كيف يعني بس وحده؟ يعني بس اذا بس اللي فوق بيتقسم بعض فيني ولا لازم اثنين يكونوا فيني؟ لا طبعا عادي، المهم مثلا 25 مع 5 يكونوا بين طرفين يساوي مو بطرف واحد. ممتاز. هذا حالي مثله لما يكون عندي شي سكوير بلس شي سكوير ايكوال زيرو، شو معناها؟ نضيفهم لبعض يعني لا 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 يعني هاي كلها زيرو هاي كلها زيرو. طيب يلا حليها على السريع، هي مصعبة لازم تاخذ منك مو اكثر من ذي. مشكلة مو في اكس واي فنسيت كيف اتخلص من واحدة منهم. هي كل الفكرة بس اني حكتب 2x plus y plus 4 equals 0 3x minus y plus 1 equals 0. بس لو جمعتهم سوا يصير عندي 5x plus 5 equals 0 5x equal minus 5 x equal minus 1. عوض بأي واحدة، عوض بالأولى إذا بدك، يصير minus 2 plus y plus 4 equal 0 y plus 2 equal 0 so y equal minus 2. صعبة؟ هي مو صعبة بس أنت تخربطت شوي. نسيت كيف أعملها أنا. أنا بعرف إنك تعرف تعمل. هذا السؤال أنا حلو بس ثواني قبل ما أحله. أنا بمشي على الأسئلة، أنا بشوف السؤال غريب، اللي هو مو بس فكرة. الفكرة بسيطة.
يعني مثلا لما اشوف سؤال مثل هذا 2ab minus c5 minus ab 5 c2، انا عم بشوف انه السي لو جمعته كان حيطلع 4 سي 2 بي 1 a، فعرفت انا انه لازم ازود الاي والبي شوي مشان يصيروا كلهم مضروبين بنفس العدد، ونقص السي شوي، فضربت المعادله الاولى ب2، شو رح يطلع معي؟ يطلع معي 4 a plus b minus 2 c equal 10 minus 2 a بس 2 بي بلس 2 بي، هلا انتبه هذا الحكي بلس بي بلس 5 سي، وهي ماينس اي وحده ما بعرف ايش ضربتها من عندي ايكوال تو ايش معي 4 اي ماينس اي 3 اي 2 بي بلس بي 3 بي بلس 3 سي ايكوال 12، طلعت الثلاثة اللي برا بدون عندي A plus B plus C equal 12 A plus B plus C equal 4. في شيء موحوم؟ لا جميل. بسؤال مثل هذا هي اللي فوق عبارة عن شو؟ X ناقص 5 و X plus 5 مضروبين ببعض. هلا هون سؤالي انا، انا بصير اختصر اللي فوق مع اللي تحت صح؟ روح هي مع هي ما فيني بقدر عادي، ليش ما فيني؟ هون ضرب بينهم، بس في شرط، شو هذا الشرط؟ بقول انه انا الاكس لا تساوي 5، يعني ما بصير الاكس تكون 5، ليش؟ اذا كان او ماينس 5 عفوا، ليش ما بصير تكون الاكس ماينس 5؟ لانه اذا كانت الاكس ماينس 5 بصير في عندي الدنومينيتر صفر، والدنومينيتر ممنوع 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 يكون شو؟ صفر صح؟ في شيء ما فهمتيه؟ لا يعني روحت الاكس بلس 5 مع الاكس بلس 5 بس حطيت شرط انه الاكس ما بصير تكون ناقص ماينس 5، بعدها بقي عندي اكس ماينس 5 ايكوال اكس ماينس 5، يعني لو روحتهم مع بعض حيضل عندي 0 ايكوال 0، معناتها شو مجموعة الحلول؟ كل الأرقام ما عدا ناقص 5 معناها R ما عدا ماينس صح؟ صح. صعب كان السؤال شيء؟ لا شيء صعب، كل دروسنا بسيطة وسهلة. اوكي آخر ثلاث أسئلة كلهم لحلو، هاي الصفحة كلها كان فيها أفكار جميلة. هذا حلي أنت، أكمل بعد.
يساوي على أسهل من بس دائت أكس بس أعطيني ثانية لا جوابي مو جابت بس أظن شغلي صح شو طلع جوابك؟ 10 طيب شوفي أنا بدي أتخلص أول شيء يا من الواي يا من الإكس لا بحل أشي خلص أنا من من الواي فضلك حضرب أوكي هو حيصير عندي ثاني 4 على إكس ماينس 2 على واي ناقص 1 على 5 حضرب الثانية ب2 صح؟ أوكي 6 على إكس زائد 2 على واي 22 على 10 جمعت التنتين حيصير عندي 10 على اكس تساوي 22 على 10 ناقص 1 على 5 اللي وحدت مقامات حيضل عندي 22 ناقص 2 على 10 حيضل عندي 10 على اكس يساوي 2 لو 22 هي ناقص 22 على 10 2 بعد ما اضرب هلا 2 اكس بيطلع 10 الاكس الواحدة حتطلع 5 في اي مشكلة؟ بعد ما طلعت معي الاكس 5 كمل على اليسار لطلع واي حعود مثلا هون اقول 4 على 5 لا عملت بالثاني لان انا عملت بالثاني شوفوا الخطايا طيب بصير 3 على 5 زائد 1 على واي يساوي 11 على 10 ما عرفت شكل زقت الكتابة كلها ببعضها حاخذ 3 على 5 على الطرف الثاني 1 على واي يساوي 11 على 10 ناقص 3 على 5 معناها الواحد على واي بيوحد مقامات كل شيء على 10 يصير 11 ناقص 6 على 10 معناها 1 على واي شو بيساوي؟ 5 على 10 5 على 10 هي عبارة عن شو؟ واحد على 2 معناها الواي شو بتساوي؟ طيب إذا الواي 2 والإكس 5 2 زائد 5 7 في مشكلة؟ لا برافو غلطتي ضربت أنا لثلاثة بثلاثة مو باثنين طيب حكمل كم سؤال بقيان بهذا التست؟ سؤالين كم هدول السؤالين بالدرس؟ بكون تقريبا سكرنا كل افكار الدرس لما تشوفي هيك هذا عباره عن نمط كثير مكرر عباره عن ضرب هدول اوكي مو جمع تضربي معادلتين وبتقسمي على الثالثه انا شو بدي؟ سي بضرب المعادلتين اللي فيهم سي وبقسم على ما فيها سي فبقول بي ضرب سي ضرب A ضرب C على A ضرب B يساوي 6 ضرب 8 على 27 بروح ال B مع ال B وال A مع ال A شو بضل عندي C مربع فيني اختصر فورا بس مشان السرعة 6 مع ال 27 على 3 هون بضل 9 وهون بضل 2 بضل عندي 16 على 9 فالسي هو عبارة عن جذر 16 على 9 جذر 16 4 جذر 9 3 والجواب 4 فيها مشكلة؟ انت شو عملت أول خطوة؟
ضربت المعادلة الثانية والثالثة وقسمت على الأولى. لما بنقسم على اللي ما فيها اللي بدنا اياه. ها قسمت على ما فيها السي. اوكي. آخر سؤال، سؤال 12. كيف لك هن سؤال ولك عليك تشوزن كمسة ناقص واحد أربعة، يعني آلية مجموعة حلول ناقص واحد وأربعة، يعني لا يعني إذا بحط مكان الـ X ناقص واحد ومكان الـ Y أربعة بيطلع الحل صح، بدون A و B. هذا أنت حليها سريع. ما طلع معي جوابي ما له موزون. طيب حاجة حل أول واحدة، حط مكان كل إكس ناقص واحد، ناقص واحد ضرب أي بتصير ماينس أي صح؟ ناقص 4b كنا نكتب 11. ناقص 4b equal negative 11. اللي بعده شو؟ 4b minus a is equal to 10. خطأ، ماينس b لأنه بدك تحطي مكان الإكس بلس 4a equal. هاي أنت ليش حطيتي هون الإكس مكان الواي وواي مكان الإكس الثاني؟ أنا شفت بي بس شفت بي ما فكرت أن دخلت أنابوها بي اكس نايس. هلا حاضرب الاولى ب 4 فبصير عندي ماينس 4a ماينس 16b ايكوال ماينس 44 وتحت حقول ماينس b بلس 4a ايكوال من وين جبت الـ negative 4a؟ ضربت الأولى بأربعة في مشكلة؟ عشان تروح 4a مع 4a أوكي تمام ماينس 4a بتروح مع 4a ماينس 16b ماينس b ماينس 17b ماينس 44 بلس 10 ماينس 34 معناها الـ b equal 2 إذا كانت الـ b equal 2 فهون حول بالثاني ماينس 2 بلس 4a equal 10
معناها ال 4a equal 12 a equal 3 ولما اجمعهم بيطلع الجواب 5. في اي سؤال هون؟ اي لا. لهون نحن بيكون انتهى درسنا. شوفك ان شاء الله بالاسبوع القادم او الاسبوع القادم بيوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله مع السلامه. استاذ اكل عمتك بخير؟ ليش عيد المعلم. نحن عيد المعلم غير عنكم. نحن هلا عنا. وانت بألف اكل عمتك بخير. انت بخير. هي ظريف الواحد يكون بيدرس البلد طلابه بغير بلد. تعال بعيد المعلم اكثر من مره. فيرتشوالي. تمام يا بس. شكرا لك. عفوا مع السلامه.